اتوقع شكلها بتصير صح. طلعت اشاعات الحين 925 ماك اللي هو موقع اتوقع اللي يعرف انجليزي ويحب ابل لازم يقرا الموقع. طلعت تسريبات ان ابل الحين عندها مؤتمر خاص واعلنت وارسلت دعوه لليوتيوبر الكبار مثل اي جاستين. اصلا فتحت الانستغرام حقها في الستوري في الانستغرام هي جاهزه راكب الطياره وبتروح، لكن ما تكلمت حق ابل ولا شيء. فخلاص فتحت انا شفت تسريب من الموقع انه يقولون ان ابل الحين قاعده تسوي مسوي مؤتمر ومسوي دعوه لحق اليوتيوبر الكبار. فتحت حسابات اليوتيوبر الكبار شفتهم مسافرين، يعني ثلاثه تقريبا منهم راكبين الطياره مسافرين، فتكلمون ان المؤتمر راح يكون في نيويورك. ابل ما ادري ليش مسوي ذا الحركه انه بتسوي مؤتمر خاص ولا مكلم احد ولا مسوي دعوه ولا تبي السوشيال ميديا يدري، ما ادري ايش بتسوي. المهم انه في مؤتمر جاي حق قبل الاسبوع هذا، فممكن بكره ممكن بعد بكره. هو 100% لازم يكون مؤتمر، وانا كنت انتظر حتى لو ما راح ينزلون الماك بوك 16 انش لازم يكون في مؤتمر علشان ينزلون الماك برو. الماك برو اعلنوا عنه قبل كم شهر وقالوا ان نهايه السنه بينزل، الحين بينزل. فصعب انه ينزلونه كذا فجاه بدون اي مؤتمر، على الاقل يتكلمون عن الميزات الاخيره. كان حاطين في السوشيال ميديا ويقولون تاريخ البري اوردر في مؤتمر يعني، لكن قبل ما سوى الشيء. فاتوقع انه خلاص المؤتمر الجاي اللي بيكون خاص بيكون حق اليوتيوبر الكبار، ما ادري ليش. ف 100% راح ينزل الماك برو الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي، بتتكلم عن ابل خلاص. المؤتمر يمكن ما راح ينبث ولا اعرف شيء عن، فانتظروا الاسبوع هذا ان اليوتيوبر فجاه بوم في قنواتهم في اليوتيوب عندهم الاجهزه وقاعدين يسوي لهم ريفيو. فاتوقع راح يكون معاهم برضو الماك بوك برو 16 انش كذا فجاه يسوون ريفيو حق ماك بوك برو 16 انش. ف خلاص في مؤتمر حق ابل ان شاء الله في نوفمبر، اول مره ابل تسوي مؤتمر كذا فجاه ولا في نوفمبر، ما سويته في اكتوبر. فاتوقع انه لانه ما في الجدول حقهم انه يسوون مؤتمر في نوفمبر فخلوه خاص ما يكون عام، لان لو انه بيسوونه كان سواه في اكتوبر. فاتوقع هذو كلها خلاص. ففي ماك بوك ان شاء الله 16 انش راح ينزل، و المهم انه في مؤتمر، المهم انه في اجهزه بتنزل من ابل جديده. انا الان الميزانيه طاحت بقوه فمستحيل اقدر اشتري الماك بوك برو 16 انش، لكن ان شاء الله نحاول قدام. يعني مستحيل اصلا على نهايه السنه، يمكن على 2020 ممكن ننتظر. فالماك بوك برو 16 انش راح ينزل 16 خلاص، يعني شاشه اكبر، السبيكر راح يكون افضل، معالجات ما راح تتغير لان معالج الماك بوك برو 15 انش هو احدث معالج من انتل، فما راح يكون تغيير فيه. يمكن يغيرون في الجرافيكس كار، ما اتوقع ان انتل الجرافيكس كار في جرافيكس كار جديد، لان ال 15 انش تو متغير. فاتمنى انه يعدلون، بس اذا بينزلونه يعني اتمنى يعدلون يعني التبريد، لان عدل التبريد راح يكون افضل بما انهم راح يكبرون شوي الجهاز، راح يطول الجهاز 16 انش صدق بيستقرون البازرز، لكن بيكبرون الجهاز شوي فعندهم مساحه شوي يقدرون يحطون شيء تبريد افضل او شيء. ف بس هذا الشيء كله. ففي مؤتمر ابل رسمي نقول 90% الحين الكلام حقيقي، يعني اوكي الموقع تكلم، احيانا الموقع يطلع ابل تسوي الشيء يعني معروف ابل احيانا تدق اشاره يمين وتلف يسار، ف لكن اليوتيوبر راح المسافرين فاتوقع انه صح هذا الكلام. فخلاص مؤتمر ابل سري راح يكون الاسبوع هذا، واتوقع انه يكون بكره وبعد بكره، ان اليوتيوبر مسافرين الحين نقول انه راح يخلونهم مثلا يوم في الفندق واليوم الثاني يكون المؤتمر. فهم وصلوا الحين يكون بكره يكون المؤتمر وبعد بكره المؤتمر، ما راح نقدر نشوفه ولا نقدر نشوف اي شيء. فننتظر اليوتيوبر يسوون فيديوهات حقتهم بعدين نسوي لكم كمان فيديو. فبس ففي نهايه